هما تعرف واحد الباين داروا تريد أن الله يحقق أمنيتك والتي تراها مستحيلة على البشر. حقق أمنيات غيرك واسعى في تفريج كرب عباد الله. أليس الله يقول من ستر مسلما ستره الله؟ كذلك إذا أعطيت وبذلت وفرجت كرب الناس فرجوا كربهم، أدخلوا السرور إلى نفوسهم، فإن السعي في حاجات الناس أعظم عند الله من الاعتكاف في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول أنا عندي أماني، حقق أماني غيرك. يحقق الله أمنياتك. اللهم يا ربي أعطنا حتى نرضى من نعيمك، نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت.